تحذف. اي والله يمكن ربي يكتب لي افضل منها وخير منها ما تدري. دي يكتب الله خير. يلا تحرك. قم طيب يا قم قم يقدر يا يمشي يمشي ان شاء الله انك طيب. ارفع ارفع امشي. تعود من الشيطان. اعطيك حبه مسكن عشان ظهرك. اه تبيع ظهرك؟ جاوبني اعطيك مسكن. خمس مرخ طيب. عدل عدل جيب له مويه. هذا هو المويه. فيه مويه. هذه فاضيه. هذه فاضيه. اه هات عطر الحبه بيشربها هناك. عطر الحبه. الشباب كلهم يتريون واكيد هالك يتابعونك في الهواء. ان شاء الله انك بخير. وين حذيانك؟ حذيانه هنا؟ يا اخي حافي بروح بجيب حذيانه. يا ريال حافي تعال تعال. لا لا. تعال يا حبيبي. هات عطني اياها عطني اياها عطني اياها عندي. هناك هناك. مويه بس. هناك مويه خلصت. قم قم هناك سلم على الشباب خلي العالم يشوفونك ترى العالم كلها خايفه عليك. العالم كلها ان شاء الله بخير وامورك طيبه. فروة فروة تعود من الشيطان. بس نعالك. خذ خذ الحبة الحين. خذ الحبة. أجل قاعد على كرسي. قاعد قاعد عشان لا السنة. روق روق. سنة الرسول. روق. سلمت. روق. تعود من الشيطان. روق. بردان امور طيبة الامور بخير الحمد لله ترى انا اخر البرايم وبعدين انت مكمل له ما شاء الله ان شاء الله انك الاول باذن الله ما تنام عين ان شاء الله الاول بعدي باذن الله لا انت بعيد تعال من الشيطان خلنا خلنا معني باذن الله انك بخير الامور تمام تعال هذا قضاء الله وقدره ايش فيك؟ خليك قوي تقيوة شوي. تطيح ما شاء الله. تبغى تستريح؟ ها؟ فين؟ انا خلنا في الهنجر. في بيت الحكمة الضار. بقول بناديهم بناديهم خلوا في الهنجر عشان قريب من الغرفة ينام. بعد الضار انا في بيت الحكمة. بناديهم كلهم هناك. هذا احنا وصلنا. ها؟ عرفت؟ بيجون بيسلون عليك في الهنجر. شباب يا شباب يا شباب الهنجر الهنجر علامك تكوى تكوى شو مالك الحين طيب بشرك ما تشوف شر الشر شر كأني فداك الحمد لله وصلنا وصلنا للبرايم الشباب الامور شباب قلنا لنا ايش قال الدكتور الشباب قلت لك على سيرته ها لا طيب بالله خلي العيال يجون وش فيك قالوا هبوط سموش هبوط على ما ظنوا انهيار عصبي ما ادري وش اسمه كلمت هلا كلم هلا كلمته لا لا بخير بيشوفون بخير الحين في الهواء بيتابعون ان شاء الله نادي الشباب عشان الهواء يكون هنا انت لا تطلع ها لا تطلع باذن ان شاء الله على الاقل عشان اخوك باذن الله باذن هذا اكبر تحدي وصلت للنهايه نعم وانتم كمل وراء الحمد لله وانتم ان شاء الله الحمد لله ربكم ما طلعتم من اول برنامج ايش تروحك اسبوع كامل صدق لو اني طالع من البرنامج بس بتيجي جلطه على طول والله العظيم